الولايات المتحدة الأمريكية على وشك اتخاذ قرار سريع وتصعيدي وخطير في نفس الوقت تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك من خلال إرسال جدارها الحديدي. أتحدث هنا عن أقوى منظومة دفاعية على مستوى العالم وأكثرها تطورا، وهي منظومة الباتريوت إلى أوكرانيا. هذا هو القرار الذي تحدث عنه ثلاثة مسؤولين للسي إن إن الأمريكية يوم أمس، وأيضا تفاصيل محدثة من الأسوشيتد بريس من مسؤولين مطلعين على هذه التفاصيل. ما تحدثوا عنه بأن عملية القرار بشكل رسمي سنسمع عنه يوم غد الخميس تحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن المسؤولين كلهم أكدوا بأن الموافقة قادمة لأن هنالك قرارا شفويا في هذه المسألة ولا تراجع عنه. ما الذي سيحدث يوم الخميس يوم غد؟ سنسمع عن بحسب هذه المصادر عن موافقة وتوقيع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على هذه المسألة. حتى هذه اللحظة لم يوقع، على الأقل حتى هذه اللحظة التي نتحدث عنها، وبعد ذلك سينتقل هذا القرار للرئيس الأمريكي جو بايدن لكي يوقع على هذا القرار وعلى إرسال هذه المنظومات. ما الذي سيحدث عند الموافقة مباشرة؟ فالتفاصيل التي تحدثت عنها الأسوشيتد بريس فإن بطارية واحدة من منظومة الباتريوت سترسل إلى ألمانيا إلى قاعدة تتواجد فيها القوات الأمريكية وهي جرافينير، وهنا بهذه المنطقة تحديدا سيكون هنالك تدريبا للقوات الأوكرانية على التشغيل وعلى تشغيل هذه المنظومة الدفاعية. أي بما معنى أن القوات الأمريكية لن تدخل مع المنظومة الدفاعية وتقوم بعملية تشغيلها، لأن هذا سيعتبر دخولا في الحرب بشكل مباشر مع روسيا، وقد يعني دخولنا في الحرب العالمية الثالثة بكل تأكيد. على هذا الأساس هم سيقوموا بتدريبهم على استخدام هذه المنظومة، وهذا التدريب لن يكون سهلا بسبب أن هذه المنظومة الدفاعية بحاجة إلى 90 شخصا لكي يقوموا بعملية تشغيل وصيانة هذه المنظومة، وثلاثة أشخاص فقط هم الذين يقومون بإدارة عملية إطلاق الصواريخ عندما يكون هنالك هدفا ترصده هذه المنظومة الدفاعية. التدريب لن يكون سهلا، ولكن بعد عملية التدريبات الواضح بأن هذه المنظومة الدفاعية والشحنات لهذه المنظومات الدفاعية سترسل إلى بولندا، لأن بولندا تعتبر نقطة شحن استراتيجية ومهمة بالنسبة للأوكرانيين، وبعد ذلك ستدخل إلى الداخل الأوكراني وستقوم بحماية الأجواء الأوكرانية من أي هجمات قادمة، وتشكل الجدار الحديدي في أوكرانيا. وهذه الأمور وهذا التطور هو يأتي بحسب ذا درايف، تحدثت يوم أمس بعد الأنباء التي نشرتها CNN بشكل حصري بأن هذا القرار الأمريكي هو يأتي بسبب الأنباء وتقارير الكثيرة عن أن الصواريخ البالستية الإيرانية تسلمتها روسيا. بعض التقارير قالت بأنهم سيرسلوها، هنالك تضارب في هذه المسألة، ولكن بسبب مسألة الصواريخ البالستية الإيرانية بأنها أصبحت حقيقة، وتحديدا صواريخ فاتح 110 التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، هي التي ستتسلمها روسيا بحسب الواشنطن بوست. على هذا الأساس الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت هذا القرار لإدخال هذه المنظومة لكي تعمل جنبا إلى جنب، كتفا لكتف مع منظومة الأس 300 الموجودة في أوكرانيا وعدد من المنظومات الموجودة لحماية الأجواء الأوكرانية وحماية بشكل واضح البنى التحتية الأوكرانية، لأنها تتعرض إلى الكثير من الضغط، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم تماما بأن الصواريخ البالستية الإيرانية مع الأسلحة الإيرانية الأخرى مثل الطائرات المسيرة من طائرات شاهد 136 الإيرانية. الواشنطن بوست في 9 ديسمبر تحدثت بأن شحنة من 6000 طائرة مسيرة معظمها من طائرات شاهد 136 المفخخة ستصل أيضا إلى روسيا، بالإضافة إلى مصنع لصناعة هذه الطائرات، وطبعا هذه تضاف إلى الخزين الكبير أيضا للصواريخ الروسية. نتحدث عن صواريخ الكروز مثل KH-22 القادرة على تحقيق ضربات عنيفة للغاية، وبالتالي واضح جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت على يقين بأن أوكرانيا تحت الخطر، وبأن من الممكن أن تضرب هذه المنشآت بشكل خطير للغاية وتنتهي الكهرباء، وكذلك يتم خروج هذه القرى الموجودة أو المدن الموجودة في أوكرانيا عن نطاق الخدمة، تضرب الاتصالات، تضرب الكهرباء، التدفئة وغيرها، يخضعون الأوكرانيين وينهون الحرب بالطريقة التي يريدونها. وواضح جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لهذا السيناريو أن يحدث، ذلك هي أرسلت هذه المنظومات التي نتحدث عنها من أجل حماية
أوكرانيا خاصة، وأن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس كان قد تحدث وقال بأن الإدارة الأمريكية اتخذت قرارا بصرف 53 مليون دولار من أجل مساعدة الأوكرانيين في عملية ترميم البنى التحتية، المنشآت، منشآت الطاقة، منشآت الكهرباء التي تعرضت للضرر في الداخل الأوكراني. نتحدث عن أكثر من 507 قرية ونقطة موجودة في أوكرانيا خرجت تماما عن الكهرباء، ليس هنالك كهرباء فيها، ليس هنالك تدفئة، وبالتالي الخطر أصبح حقيقيا. ولكن هل هذا يعني بأن الأمور أصبحت جميلة ورائعة بالنسبة للأوكرانيين وأصبحوا في موقع قوي؟ لا أبدا، فهنالك نقاط ضعف يجب أن ننتبه إليها. أولى هذه النقاط التي يجب أن ننتبه إليها هي الصواريخ الخاصة بهذه المنظومة من باك 2 وباك 3. هذه الصواريخ بمنظومة الباتريوت هي غالية للغاية، تصل إلى 3 مليون دولار. أما الطائرات المسيرة مثل شاهد 136 بشكل عام، الأفرج متوسط هذه الأسعار يصل إلى 20,000 دولار فقط للطائرة المسيرة الواحدة. لاحظ الفرق الكبير. كذلك الصواريخ الكي اتش 22، صواريخ الكروزر الروسية على سبيل المثال، تصل قيمتها إلى 1,000,000 دولار، أي بما معنى أن الصواريخ المنظومة الدفاعية هنا 3 أضعاف سعر صواريخ الكروز الروسية التي تحدثنا عنها وعدد من الصواريخ الأخرى. طبعا هنالك أسعار لها، ولكن الباتريوت مكلفة للغاية. حتى الصواريخ البالستية الإيرانية ليست واضحة من ناحية الأسعار، ولكنها بما أنها من صناعة إيرانية بالأيادي الإيرانية هي رخيصة، لن تكون أغلى أبدا، وبالتالي من الممكن جدا استنزاف هذه المنظومة الدفاعية إذا ما دخلت لأوكرانيا من خلال أسراب من الطائرات المسيرة وضربات مكثفة من هذه الصواريخ. بالتالي الأمر سيكون مكلف للغاية، ويجب أن نتذكر بأن كانت هنالك انتخابات نصفية في الكونغرس الأمريكي، وسيطر الجمهوريين على مجلس النواب الأمريكي. الشهر القادم سيكونون في مجلس النواب وسيكونون مسؤولين عن البجت، عن الميزانية للولايات المتحدة الأمريكية. وكيفن مكارثي زعيم الجمهوريين سبق وقال للإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنهم لن يوقعوا على شيك بياض، من شيك من بياض، أي بما معنى لن نصرف الأموال التي تبحث عنها من أجل الحرب الأوكرانية، لدينا مشاكل داخلية وغيرها سنهتم بها. بالتالي الأمور لن تكون سهلة، سيعني هذا الأمر الكثير من الأموال، ولكن الولايات المتحدة بنفس الوقت تعلم تماما أنها ستخسر الكثير من الاستثمارات في هذه المعركة إذا ما تركت الأمور تتجه بصالح روسيا في ظل خطة كبيرة للضربات التي نتحدث عنها. أيضا نقطة الضعف الأخرى لمنظومة الباتريوت هي أن هذه المنظومة بحاجة، وأن الأوكرانيين بحاجة، والولايات المتحدة الأمريكية بحاجة لتدريب الأوكرانيين. قد يصلون لأشهر على هذه المنظومة، ليس من السهل عملية تدريب الأوكرانيين على هذه القضية، وهذا يعني بأن الروس أمام فرصة كبيرة. التوقيت مهم جدا، إذا ما تسلموا شحنات الصواريخ والطائرات المسيرة مع ما يمتلكونه، فهم قادرين بتوجيه ضربات سريعة للبنى التحتية لتحقيق الضرر الذي يبحثون عنه قبل وصول هذه المنظومة الدفاعية، وبالتالي إخضاع أوكرانيا بسرعة كبيرة في ظل شتاء قارس قادم على أوكرانيا. هم دخلوا به فعلا، ولكن من الممكن أن الأسبوعين القادمة ستكون درجات الحرارة صعبة للغاية. وفعلا اليوم مع هذه الأنباء وأنباء الباتريوت من الصباح الباكر من 6 فجرا بتوقيت كييف، كانت هنالك هجمات بالطائرات المسيرة، سرب من الطائرات المسيرة الإيرانية انطلقت على العاصمة الأوكرانية كييف، وكانت هذه واحدة من المقاطع لهذه الضربات التي جاءت على هذه العاصمة المهمة للغاية، وطبعا كانت هجمات خطيرة للغاية. التوقيت مهم، التوقيت مثير، مع إعلان وصول منظومة الباتريوت، وطبعا فيتالي كليتشكو وهو عمدة كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحدثوا عن أن 13 طائرة من طائرات شاهد 136 هي التي هاجمت العاصمة الأوكرانية كييف. ولكن في نفس الوقت الأوساط الأوكرانية أكدت بأن الدفاعات الأوكرانية تمكنت من إسقاط جميع هذه الطائرات، وهذه الطائرات لم تحقق أي شيء، وعند عملية إسقاطها سقطت على المدنيين بهذا الشكل، وهذه هي الأهداف التي تحققت. هو يوضح بأن دخول الباتريوت بالإضافة للمنظومات الدفاعية التي تمتلكها أوكرانيا سيعني الكثير، سيعني قلب معادلة هذه المعركة، ولكن لا زال هنالك وقت لهذه المعركة، يجب أن نكون حذرين في مسألة التعاطي معها بكل تأكيد. المثير أن واحدة من أجنحة هذه الطائرات المسيرة
كانت عليها كتابة. دعونا نقترب من هذه الكتابة. هذه الكتابة هي باختصار تعني for risen، أي بما معنى من أجل risen. ما هي risen؟ risen هذه هي واحدة من المدن الموجودة في روسيا. هذه هي روسيا، هنا موسكو العاصمة الروسية، هذه هي risen. وفي 5 ديسمبر هذا الشهر تحديدا كانت هنالك هجمات قادمة من الأوكرانيين بالطائرات المسيرة، هاجمت هذه النقاط الثلاثة التي ترونها ودكوا فيها، وفعلا استهدفوا الثالوث النووي الموجود في روسيا تحديدا، في تطور خطير للغاية وهجوم واضح ورسمي من الأوكرانيين على هذه النقاط. بالنسبة لرزن، كان الاستهداف قادما بهذه الطائرة المسيرة، طبعا الأوكرانيين طوروها، جعلوها تصل إلى 1000 كيلومتر، واستخدموها في هذه الهجمات. الاستهداف في رزن تحديدا كان استهدافا لهذه الطائرة TU-22، والاستهداف كان بهذه الطريقة، استهدفوا بالطائرة المسيرة هذا أو هذه الشاحنة الواضحة التي هي طبعا محملة بالوقود، على ما يبدو بأنها كانت تزود الوقود أو قريبة من هذه الطائرة، ضربوها مباشرة وحققوا الضرر الذي يبحثون عنه. قتل 3 طبعا وجرح العديدين في هذه القاعدة، وبعد ذلك دمرت هذه الطائرة بهذا الشكل وأصبحت غير صالحة للإقلاع، ضربة ليست بالسهلة. وبالتالي هذا يفسر لماذا كتبت هذه الكتابة، وقد يكون أيضا في نفس الوقت أن هنالك كتابات أخرى على الطائرات الأخرى للقواعد الأخرى التي استهدفت في 5 ديسمبر في العمق الروسي. وهذه المسألة أيضا يجب أن ننتبه بأننا تحدثنا عن الثالوث النووي، الضربات كانت قد طالت TU-95، هذه الطائرة هي طائرة تحمل القنابل النووية، تحمل الصواريخ النووية، طائرة مهمة وكبيرة بالنسبة لروسيا، استهدفت في هذا الهجوم في 5 ديسمبر. والأقمار الصناعية وضحت بأن الطائرة المسيرة على ما يبدو بأنها سقطت هنا، وأدى الأمر إلى حريق في هذه، اشتعلت هذه الطائرة، طائرة TU-95، الطائرة النووية الاستراتيجية المهمة لروسيا. لذلك الأمر وما جرى ليس بالسهل أبدا. مع ذلك الروس تمكنوا بضرب المبنى الإداري في مدينة خيرسون، هذه كانت الضربة الوحيدة التي تمكنوا من تحقيقها من الهجوم بالطائرات المسيرة وغيرها، وبالتالي لم يتحقق الكثير من هذا الهجوم. هذه المنظومة، منظومة الباتريوت، وهذا القرار الأمريكي المترقب، الكل يترقب هذا الأمر، بأن دخول هذه المنظومة الآن إلى أوكرانيا هو سيعني حماية أوروبا، حماية الأجواء الأوكرانية، ليس فقط حماية الأجواء الأوكرانية وإنما حماية أوروبا من أي هجمات صاروخية قادمة طبعا من قبل روسيا، إن كانت بالصواريخ البالستية الإيرانية أو صواريخ الكروز أو غيرها. وبالتالي هم أغلقوا منطقة مهمة للغاية هنا على روسيا في مهاجمة حلف الناتو بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك إنه سيقوي موقف الأوكرانيين، يثبت أقدام الأوكرانيين في المعارك التي يخوضونها هنا في شرق أوكرانيا وفي جنوب أوكرانيا، وكذلك سيسهل عليهم عملية الهجمات التي بدأوا بالقيام بها على الداخل الروسي، خاصة وأن The Times البريطانية أكدت بأن البنتاغون أعطى الضوء الأخضر للأوكرانيين للقيام بهجمات إلى العمق الروسي، بسبب أن روسيا تستهدف البنى التحتية بشكل مباشر، وبأن الأمر أصبح واضحا على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في نفس الوقت يجب أن ننتبه أن هذه المنظومة والمنظومات الدفاعية وحماية أوكرانيا هي ستعطي فرصة للأوكرانيين لتحقيق اختراق كبير على القوات الروسية، صدق أو لا تصدق. هنالك نقطة مهمة يجب أن ننتبه إليها، إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي هنا كما تلاحظون، هذه شرق أوكرانيا، هنا طبعا لوغانسك، هنا زاباروجيا هذه المنطقة، وأيضا هنا خيرسون. المسألة مرتبطة في زاباروجيا، إذا ما اقتربنا منها، وبحسب معهد دراسات الحرب كشف عن تطورات جديدة قادتها القوات الأوكرانية ونجحت في تحقيق نجاح كبير في هذه المنطقة تحديدا. الأوكرانيين هم متواجدين في زاباروجيا، موجودين في هذه المنطقة طبعا، القوات الروسية تحديدا هي موجودة في هذه المناطق كلها، هذه كلها مناطق مهمة، حتى هنا فاسليفكا هم يتواجدون فيها ويسيطرون عليها، وكانوا في منطقة يطلق عليها لوبوكفا، وهذا المفاعل هنا مفاعل مهم جدا، هو مفاعل زاباروجيا الذي ترونه، هو مفاعل مهم للغاية، وهنالك ترقب خطير للغاية. وأيضا بالنسبة للقوات الأوكرانية هي موجودة على هذا الاتجاه، ولكنها غير قادرة على عمل الكثير تجاه هذا المفاعل، لأنه مفاعل نووي، ممكن أن تكون كارثة كبيرة إذا ما جاء أي شيء تجاه هذا المفاعل. مع ذلك هو هدف استراتيجي للقوات الأوكرانية، وأن هنالك تقدم بحسب معهد دراسات الحرب
تجاه هذا المفاعل من الأوكرانيين يريدون السيطرة عليه. ما الذي جرى؟ الأوكرانيين تمكنوا من التقدم إلى منطقة لوبوكفا هنا وقاموا بعملية السيطرة على لوبوكفا، والروس تراجعوا في هذه المنطقة، وأصبح بالنسبة إليهم بأنهم يبحثون عن عملية التقدم إلى فاسليفكا هنا من أجل السيطرة عليها، من أجل فتح الباب مباشرة للوصول إلى هذا المفاعل النووي المهم للغاية. وهذه طبعا تعتبر ويعتبر تطورا خطيرا، لأن زاباروجيا هي إحدى المناطق التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها أصبحت منطقة روسية بعد عملية الاستفتاء التي قاموا بها قبل أشهر قليلة، في نفس الوقت بأن هذه النقطة خسارتها قد يعتبر تصعيد كبير وكبير للغاية. وإذا ما ابتعدنا قليلا بالقمر الصناعي الآن لكي نرى، لكي نفهم ما هي الخطة الرئيسية للقوات الأوكرانية في هذه المسألة، ما الذي يبحث عنه الأوكرانيين وما الذي يبحث عنه الروس بحسب تقديرات معهد دراسات الحرب؟ بالنسبة للروس هم يسيطرون طبعا على لوغانسك بأكملها تقريبا، يسيطرون على 50% من دانييتسك، هم متواجدين كما تحدثنا في زاباروجيا، وهم موجودين خلف نهر الدنيبر في خيرسون. القوات الأوكرانية موجودة هنا أيضا، وهي موجودة في زاباروجيا وتضغط كما تحدثنا، موجودة أيضا في دانييتسك بهذا الاتجاه. بالنسبة للأوكرانيين، أو دعونا نبدأ مع الروس، الروس الآن يبحثون عن عملية الصمود في لوغانسك، يبحثون عن عملية التقدم، هم يهاجمون كثيرا القوات الأوكرانية ويحاولون إبعادها والسيطرة على دانييتسك، وبالتالي يسيطرون على إقليم دونباس الذي يعتبر نقطة مهمة بالنسبة إليهم. القوات الأوكرانية في نقطة دفاع في دانييتسك، هم يقصفون، يناورون، يستخدمون الدفاع الفعال، يحاولون المناورة واللعب على القوات الروسية تتقدم، يلتفون عليهم وغيرها، وبالتالي الأمور تبدو ثابتة. القوات الأوكرانية تدافع، القوات الروسية تهاجم، ولكن الهدف على المنظور البعيد أن تسيطر القوات الروسية طبعا على دانييتسك. ولكن القوات الأوكرانية كما نتحدث لديها هدف كبير للغاية، هي أن تتقدم وأن تبعد القوات الروسية تماما، وأن تتقدم إلى بحر أزوف، وأن تسيطر على هذه المنطقة بأكملها. وزيادة التعزيز والتعزيزات والدعم هي تأتي بهذا الشكل من هذه المنطقة، من خيرسون تجاه هذه المنطقة. وطبعا إذا ما سيطروا واستعادوا بحر أزوف الذي فقدوه من أشهر طويلة من هذه المعركة، هي ستفتح الباب لهم للتقدم باتجاه خيرسون، وكذلك تفتح الباب لهم للتقدم على دانييتسك. وهذا يعني أن القوات الأوكرانية سيكون لديها اليد العليا في هذه المعركة. لاحظ كيف استراتيجيا هم يبحثون عن هذه المسألة. قد يكون العام القادم، إن لم تكن هنالك مفاوضات، قد نرى واحدة من هذه السيناريوهات في ظل دخول أسلحة ليست بالعادية لهذه المعركة. والسؤال الأهم، هل ستفعل روسيا شيئا تجاه هذه المسألة، وهل ستتمكن من عملية ردع هذه المنظومة، منظومة الباتريوت، وضربها كما تحدث الكرملين اليوم؟